حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى تغطيتنا المستمرة وإلى استوديو جنيف الذي نتحاور فيه حول الجولة السابعة من جنيف التي كثيرون يتحدثون عن أمل فيها بعد الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم حول مناطق تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية. هل يمكن لنا أن نحصل على شيء ما في هذه الجولة؟ النقاشات المستمرة والطويلة التي تجري هنالك، البعض يقول عنها بأنها تراوح في مكانها، لكن بعض المحللين والخبراء يقولون هي حالة طبيعية، لأننا في الأخير نتحدث عن مسار طويل جدا ابتدأ في جولة لم تكن سوريا موجودة فيها. الآن سوريا هي من تفرض شروطها في هذه الجولات وفق مصلحة شعبها، وفق ما يريد أن يتم فيه الشعب السوري مكافحة الإرهاب واستمرار في العملية السياسية. طبعا نتحدث إن شاء الله في مجريات اليوم واليومين الماضيين من جنيف مع ضيفنا في الاستوديو دكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية. مساء الخير. مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام، حياك الله. الله محيكم. في شيء تغير باليوم بهذه الجولة من جنيف باللقاءات التي تمت، أم نحن نتحدث عن رؤية لا تكون واضحة إلا في ختام الجولة؟ هل يمكن أن نحكم لها في ذلك الوقت سيئة أم جيدة؟ هو حقيقة الأمر من وجهة نظري المتواضعة، بأي عيون نحن نرى جنيف؟ إذا كان نحن نرى جنيف بعيون فقط بعض أحياء سورية أو بعض مدن سورية على الرغم من أهمية هذه المسألة المطلقة، فدائما كل النجاحات نراها بهذه الحالة نجاحات متواضعة. أما إذا كنا نرى جنيف بعيون أوسع بكثير على المستوى الإقليمي والدولي، فهذا سوف يؤدي بنا جميعا إلى أن نرى أن هناك نجاحات تتحقق على المستوى الإقليمي من خلال سوريا. اليوم سوريا هي مطبخ العالم، هي أهم مطبخ على الإطلاق في العالم لإعادة صياغة العلاقات الدولية. فبالتالي ما يجري في جنيف هو يرسم ماذا سيجري في المجلس الأمن الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالأعضاء الدائمين، يرسم هل هناك شراكة في العلاقات الدولية أم أن هناك استفراد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تسمح لأحد على الإطلاق، يرسم إلى العلاقات على المستوى الإقليمي من هي الدول الإقليمية الأكثر أهمية. فبالتالي أنا عندما كنت أعلق على أستنا وجنيف على الرغم من أن المخرجات المعلنة هي مخرجات قد تبدو خجولة في مكان ما، ولكن مجرد عقد اللقاءات، مجرد أن انصياع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية التابعة لها انصياع لعقد هذه اللقاءات، هذا يعني أن هناك شراكة. واللقاء الأخير الذي تم في هامبورغ بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي يدل على هذا الكلام دلالات واضحة جدا، بأنه لم تعد للولايات المتحدة الأمريكية إمكانية أن تستفرد بحكم العالم، هي مضطرة على الأقل مشورة روسيا، حتى لو عارضتها في مكان ما، وحتى لو كان على مضض، وحتى لو كانت تحاول أن تستنزف الدولة السورية أو الدول الإقليمية المؤازرة أو الحليفة لسوريا، حتى لو حاولت استنزاف الصين وروسيا، ولكن اليوم لم يعد بإمكان الولايات المتحدة على الإطلاق أن تدير ظهرها لروسيا الاتحادية. طيب هذا الكلام جميل في السياسة، لكن ترجمته على أرض الواقع ممكنة؟ هي على العكس تماما، هي ترجمة لأرض الواقع، لكن لم توقف دعمها للمجموعات الإرهابية. لا، بالعكس، لم تسحب جنودها من الأرض السورية، لم تغلق قواعدها. طبعًا. بالعكس، هي تذهب الآن إلى بناء قواعد. صحيح. أنا لم أقل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد هزمت. نعم. أنا قلت أنها مضطرة لأن ألا تدير ظهرها، وأن يكون هناك شركاء على مضض، مش شركاء برضا. ليس حبا. مفروض عليه الأمر. مفروض عليها، والشريك على مضض دائما تحاول ألا تزوره، دائما تحاول ألا تتصل به، دائما تحاول أن يكون خصما وأن تستنزفه. كل هذه المسائل، هذا بالنظر لسوريا الدولة، وكذلك الأمر لحلفاء سوريا الدولة. نعم. ولكن ما كنا به وما نحن عليه اليوم، يعني بوضوح واضح أن هناك
مؤشرات تعافي لجسم الدولة السورية، تعافي حقيقي. وهذا نتيجة للتقدم الميداني الذي أحرز على أكثر من جبهة في سوريا. ولو لن أدلل على هذا الكلام بكلامي أنا اللي بيحب بلده، يعني لأنه لا يكره المرء في حب أهله، يعني لا يعاب، عفوا، لا يعاب المرء في حب أهله. نعم. ولكن عندما يقول الإسرائيلي، مش أنا، أنه من الخطير أن تعود الدولة السورية، من الخطير. نعم. يجب علينا ألا نسمح بأي طريقة. هذا الكلام أصبح هو بجسده، أصبح الإسرائيلي بذاته يحاول أن يدخل إلى المعركة، مش بالوكالة عنه، وإنما بالأصالة عن نفسه. هذا الكلام قاله عن الإيراني صحيح، هذا الكلام قاله عن حزب الله صحيح، ولكن نعم. قاله بشكل مباشر عن الدولة السورية. طيب، أستنى لم يحقق شيء في هذه الجولة اللي ختمت الأسبوع الماضي. كانت النتيجة باللقاء اللي تحدث عنه حضرتك بهامبورغ ما بين بوتين وترامب، والبعض قال عنه بأنه ربما هي جولة هاربة من أستنا لكنها حدثت في ألمانيا، في جنيف. كيف يمكن أن نوطد الاتفاق الروسي الأمريكي ونجعله يرى النور على الأقل سياسيا؟ أبصم بالعشرة للذي قال أنها جولة هاربة من أستنا، وأبصم بالعشرة للذين من حيث المبدأ يقولون أن هناك بروسيس، هناك صيرورة، هذه الصيرورة هي ليست هو مسلسل، هي ليست حلقة، هو ليس فيلم على الإطلاق، هذا مسلسل من الأداء على كافة المستويات، الأداء في الميدان، في الاقتصاد، في السياسة، في الدبلوماسية، في الباكج النهائي هو كله سياسة. نعم. وهذا البروسيس، هذه الصيرورة، أهم ما فيها نوع من أنواع تطعيم المعركة في الموضوع المرتبط بإعادة ترتيب التنسيق بيننا وبين كل الحلفاء، بمعنى أستاذ حسين. نعم. لاحظ اليوم أنه العلاقة بين الدول الغربية هناك أوركسترا تحكمها، وهناك أدوات في هذه العلاقة لم يتمكن حلفنا حتى هذه اللحظة من استيلادها. السبب؟ هلا رح أقول السبب. قوة عطالة وقوة الدول الغربية، بمعنى عند الدول الغربية ما يسمى البنك الدولي، حتى هذه اللحظة لا يوجد بنك دولي ينظم علاقاتنا الاقتصادية. تمام. نعم. هناك صندوق النقد الدولي، كل هذه أدوات ضغط من قبل الدول الغربية على الدول التي هي دول خصمة لهذه الدول، على رأسها طبعا الولايات المتحدة، وفي المقابل على رأسها الصين وروسيا وأيضا الدول الأخرى. الآن لاحظ اللقاءات التي، يعني اللقاء اللي تم بشنغهاي، ولا اللقاءات الثنائية، ولا اللقاء اللي سبق لقاء ترامب بوتين، اللقاء بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي. نعم. ومجموع الاتفاقات التي وقعت، ولكن كل هذه الاتفاقات على الرغم من استراتيجيتها وأهميتها، لكن حتى هذه اللحظة لم تتمكن من الاستعادة بالكامل عن الدولار كعملة، كورقة ضغط عالمية، لم تتمكن. وهذا مربح للولايات المتحدة الأمريكية. لا، هذا ليس مربحا حتى هذه اللحظة، هو ليس هزيمة للولايات المتحدة، ولكن هناك فعل حقيقي يتم لاستيلاد. بالمناسبة نعم. كان واحد من الاتفاقيات التي وقعت بين الصين وروسيا هي تبادل العملات المحلية، أو تبادل السلع بموجب العملات المحلية بدون الدولار. بدون الدولار. نعم. وهذه مقدمات نحن أيضا في سوريا حاولنا أن نفعلها بيننا وبين روسيا، و أيضا بيننا وبين باقي الحلفاء إن كان إيران ولا غيرها. لكن لاحظ معي، وهذه مسائل هامة ودقيقة جدا، في نهاية الأمر المحور الممتد من الصين الذي أطلق الصينيون شعاره
الطريق والحزام، أو الحزام والطريق. نعم. يعني طريق الحرير والحزام البحري. نعم. وامتداد هذا المحور ليصل إلى أوراسيا وصولا إلى إيران بالتقاطع مع الهند وباكستان. نعم. وصولا إلى سوريا، امتدادا إلى كل حوض البحر الأبيض المتوسط وهو أيضا شرق. هذا المحور لست أنا من تحدث عنه بأنه محور صاعد، وإنما هنري كيسنجر في لقائه الأخير من أسبوعين تقريبا بمركز لندن للدراسات الاستراتيجية، مركز لندن للدراسات، قالها على بلاطة وهو ثعلب السياسة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة هو المرجع الأهم في السياسة الأمريكية، قال من 50 سنة القادمة هذا المحور صاعد والغرب هابط. هذا يعني اللي عم يتابع خليه يرجع ويشوف شو قال هنري كيسنجر. طيب، لكن أيضا كيسنجر هو الذي ذهب إلى الرئيس بوتين، وهو الذي ناقش وتفاوض حول الملف السوري والأوكراني والملف الكوري مؤخرا. لا أكمل، وهو لم يستسلم في هذا اللقاء وقال علينا أن نفعل ما فعلناه في الخمسينات بأن نفصل بين الصين وروسيا بأي شكل، وعلينا أن نقطع هذا المحور، وإيران يجب أن تستهدف. هو لم يستسلم، ولكنه اعترف كل شيء بميزان الذهب. لا يجوز لنا أن نقيس الأشياء بمطلقها أو على إطلاقها. فهون طبعا هنري كيسنجر من ذهب إلى روسيا ومن فتح الملفات حتى يساعد السياسيين يلي هن فعلا مبتدئين في عالم السياسي، ليس فقط بالقياس له وإنما بالقياس لأقل منه وزنا سبقوه في عالم السياسي. اليوم في إشكالية في هذا الغرب، إشكالية حقيقية، أنه في مبتدئين على رأس دول كبرى، مبتدئين فعلا وهن أقل حتى من هواة في عالم السياسي على رأس دول كبرى، وأنه لوبيات الضغط اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى بكثير من الإدارة الأمريكية. لذلك بنلاحظ نحن نوع من أنواع تذبذب في السياسات بسبب انصياع الإدارة الأمريكية، إما للوبيات الضغط أو للانقسام الحاصل في الإدارة نفسها. طيب، فهذا الكلام، هذا الكلام فيك تسحبه على الصراعات اللي عم تصير بأوروبا اليوم. هناك إشكال واضح، أنا بس رح كمل هذه الفقرة وبتسأل لي اللي بدك إياه. بتلاحظ أنه في صراعات انعكست، الانقسام في الولايات المتحدة انعكس على صراعات أوروبية، وهذا بتلاحظه في العلاقة الأمريكية مع بريطانيا، الألمانية مع بريطانيا، وكذلك الأمر في أماكن أخرى. تفضل. طيب، طبعا فقط أذكر بأننا نعتذر لأننا لم ننقل الحلقة الحوار الخاص باستوديو جنيف على صفحتنا على الفيسبوك، ولا يوجد أيضا نقل على صفحتنا على اليوتيوب. لدينا مشكلة في النت في دمشق، إن شاء الله تحل في الساعات القادمة. كيسنجر، أعود لأنه حضرتك ذكرت موضوع عودة على السياسة الأمريكية، ربما كان اللقاء الذي جرى ما بين بوتين وترامب هو تحصيل حاصل لما تم الحديث عنه في اللقاء الذي تم بين بوتين وكيسنجر. هل بالفعل هنالك اتفاق؟ هل وصلوا إلى رؤوس أقلام؟ حتى نقول بأننا سوف نبني لاحقا سواء كان في جنيف أو في الأستنة على ما تم الحديث عنه أمريكيا روسيا. أنا أعتقد أنه أنا إذا نطقت وأخرجت من فمي كلمة اتفاق، هذا يعني أنه هناك زلزال حصل في العالم، ومثل ما بيقولوا انتهت اللعبة العالمية. ليش؟ أنه بالمبدأ الولايات المتحدة الأمريكية هي عكس روسيا بالكامل. الولايات المتحدة أدواتها للعب أن تبقى لوبيات صناعة السلاح هي المسيطرة، لوبيات النفط لها وزن عالمي كبير، أداتها في هذه اللعبة هي الحروب الغير مباشرة، تفتيت الدول، بينما لعبة روسيا الاتحادية اللي هي من مصلحة روسيا، مش فقط لأنه هي تعتقد بأنه يجب أن يكون هناك أعراف دولية، يجب أن يكون في منظومة للقيم هي التي تفرض نفسها، هذا أيضا هو من مصلحة روسيا، لأنه روسيا هي واحدة من الجوائز الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة.
عندما يكون هناك اتفاق أمريكي روسي على إعادة صياغة العالم بالطريقة الروسية بهذا المعنى يعني، لأن ليش؟ لأنه هذا استسلام، هذا يعني أنه ما عاد كل هاي اللوبيات إلا شغل، ما عاد تجي السعودية وبتشتري ب 400 مليار وب 360 مليار وهي وبصير هي الرقصة بالسيف والرقص الشيخاني اللي عنده، هذا الكلام كله ما عاد في داعي له، ما عاد في قدرة على استنزاف هذه الدول ولا غيرها من الدول في العالم يعني. هذا المسخرة اللي عم تشوفها وما تم نعم ماشي. لذلك أنا أعتقد أنه هي دائما اللعبة هي فيها معارك نقاط، ما فيها ضربات قاضية على الإطلاق، هي نقاط تسجل لصالح أحد الأطراف. الآن من تقريبا من 2013 نعم بدأت أو من نهاية 2013 بدأت النقاط تسجل لصالح محورنا بتواتر عالي. استوعبنا الصدمة. تمام. ولم يكن هناك بالإمكان أن يتم الرهان على دولة بحجم سوريا من قبل دولة كبرى بحجم روسيا أو الصين إذا لم يكن هناك مفهوم للقوة. تمام. حك المعدن معرفة حتى لو كان حليف وصديق، ولكن فيها رهان على مستقبل هذه الدول. لكن ما راح تراهن على حليف ليس قوي. تمام. مثل ما حصل في أوكرانيا. 100% هذا الكلام دقيق جدا. طيب. فبالتالي اليوم عدد النقاط، طبعا الفيتويات اللي استخدمت هي مساعدة للحليف السوري بأنه يقدر يضل عم يتنفس ويستمر بالصراع، هذا الكلام أكيد. ولكن بنفس الوقت هناك فحص لكل مؤسسات الدولة السورية، صمود مؤسسة الرئاسة الأسطوري، صمود مؤسسة الجيش العربي السوري الأسطوري، صمود باقي مؤسسات الدولة، مؤسسة الكهرباء، مؤسسة هذا الصمود كلياته كان هو على الأقل هو البلاتفورم، على الأقل هو القاعدة، لأنه ما فيك أنت بدون قاعدة أنك أنت تطلق مركبة فضاء بهذا الحجم، لأنه أنت هون في عندك قصف بعيد المدى، إعادة تشكيل بنية عالمية. وحتى هذه اللحظة، حتى لا أفهم خطأ، وأنا سبق وهلأ بهالجلسة قلت هذا لا يعني على الإطلاق هزيمة، ولا ما عز الله أن نقول هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، لا، الولايات المتحدة تخسر نقاطا حقيقية. نعم. وعند وضع كمان أنا لا أشير إلى ما أقوله، وإنما أشير إلى مراكز دراسات التي تقول بأنه أصبح هناك أعباء حقيقية. نعم. في الولايات المتحدة اليوم ترامب لم يربح الانتخابات إلا بسبب أنه اعتقد أو قال أنه سوف يغطي هذه الأعباء. أولها هو الديون المتراكمة وعدم قدرة الولايات المتحدة على في الداخل الأمريكي على تحقيق يعني أنه يفتحوا أماكن توظيف، فهو كان عم يحاول يرجع يضب يعني عم يحاول يرفع من حالة الوطنية الأمريكية أو القومية الأمريكية، وهذا مصطلح لم يستخدم سابقا، دائما كان عندهم مصطلح يقولوا فيه النموذج، نحن النموذج الأمريكي ولسنا الحالة الوطنية، نحن بلا تاريخ ولكن نحن الأمريكان، يعني كانوا يقولوا إيه مين قال لازم تكون عندنا تاريخ، نحن أمريكا في شيء آخر، شايف كيف؟ الآن لا، هو يحاول أن يقول علينا أن نستعيد رأس المال، علينا أن نستعيد، وهذا أكيد منه مادة حلقتنا اليوم. طيب. ولكن هذا هو جزء من الأسباب اللي موجود الآن اللي كل ما نشاهده في المنطقة. طيب. أكيد. تقول في نقاط الآن هي ليست لعبة لوي الأذرع ما بين روسيا وأمريكا وما بين محورنا والجانب الأمريكي، لكن اليوم لدينا ورقة ربما مزدوجة فيها الربح ربما ليس فقط في سوريا بل في العراق أيضا. داعش ينتهي، وهي نقطة تحسب لنا، فلول سوف تبقى، وأخوة داعش أيضا موجودين في النصرة، جيش الإسلام، حرار الشام،
باقي المسميات، لكن الأمريكي يحاول أن يلعب على هذه النقطة كسيف ذو حدين، يذهب إلى الرقة، يبني قواعد، يتواجد بشكل مباشر الآن، انتفت حاجة داعش وحاول إيجاد بديل. كيف يمكن لنا أن نبني سياسيا على هذا الانتصار؟ حتى الانتصار العراقي كيف يمكن أن نبني عليه؟ وجنيف طويل. أولا توجيه كل يعني كل التبريكات لأهلنا وأشقائنا بالعراق على هذا الانتصار العظيم اللي حصل بالموصل، هذا واجب على المستوى الأخوي وعلى المستوى الأخلاقي بكل معنى الكلمة، وحتى على المستوى الإنساني ككل. نعم. هذا لا يعني على الإطلاق أنه نحن منا واعيين لمسألة أن داعش لم تنتهي، ولكن لم تعد بإمكانها أن تصبح تلك الدولة التي تمدمد، وهي يعني هي فعلا بدأت فانية وتبدد، بدأت في هذه الحالة فعلا. وهنا إذا كان ظاهرة الأواني المستطرقة هي ظاهرة فيزيائية صحيحة، فهون علينا أن ننتبه إلى أين ذهب هؤلاء اللي هن مش قليلين على الإطلاق على المستوى التدريب العسكري، على المستوى الاستخباراتي، وخاصة أنه أنا وياك بنعرف وكل العالم وباعتراف الأمريكان أنه كان في تدريب أو اللي خلقتهم في نهاية الأمر الولايات المتحدة الأمريكية باعترافهم. نعم. هل هناك هذا الفطر سوف ينمو في أماكن أخرى؟ طيب ما عندنا البديل له موجود الآن. كل أسئلة مطرحة. كل من حمل السلاح هو بديل لداعش، هو وجه آخر من داعش لكن بلبوس آخر. صحيح، إما كان هذا على الأرض العراقية الشقيقة الطاهرة أو على الأرض السورية الطاهرة، هذا الكلام ممكن، أو ممكن ينتقلوا إلى أماكن أخرى. كل هذه قراءات الآن يجب علينا أن ننكب لها دون أن ننسى أن المعركة لم تنتهي على المستوى العسكري على الإطلاق، لا في سوريا ولا في العراق، ونحن لسنا موهومون على الإطلاق في هذه المسألة. يعني ممكن ينتقلوا لعمليات نوعية العلاقة بالتفجير، العلاقة بأي شيء، ولكن لن تقوم قائمة لهذه ما يسمى الدولة. انتهت هذه المسألة. طيب كيف أنا فيني أستثمر سياسيا كدولة سورية كدولة عراقية بهذا الانتصار بهذا الإنجاز الذي تحقق؟ لا، الآن الاستثمار السياسي هو الآن يتم. أولا عودة الهيبة للدولة العراقية وللدولة السورية، وعودة شعورها بالقوة. حتى لاحظ معي أنه في ناس من الوعر ذهبوا إلى جرابلس، ولكن قاموا فترة واستشعروا أنه لا حياة لهم بدون سوريا، بغض النظر عما فعلوه، هذه مسائل لها قراءة أخرى. نعم. ولكن هذا يؤشر اليوم أخوتنا اللي موجودين، يلي ميشيل كيلو، مش أنا، ميشيل كيلو بلقاء مع زينة يازجي على إحدى الأقضية على سكاي نيوز. نعم. هو قال بعظم لسانه من سنتين تقريبا أنه مش الدولة السورية هي اللي هجرت الناس، نحن اللي نشرنا الإشاعات أنه جايكم الجيش السوري، نحن اللي اشتغلنا بالناس، نحن اللي خليناهم. عم يحكي عن قوى ما تسمى المعارضة والإعلام. نعم. التابع لهم، ولا نحن اللي جننا الناس. نعم. واللي بده يرجع لهذا اللقاء ويشوفه حتى يقول كلامي دقيق ولا لا، بغض النظر عن المفردات بدقتها، ولكن هذا ما قاله بعظمة لسانه. نعم. اليوم المخيمات غير تجارة الأعضاء وتجارة الرق وتجارة هذا، وإن اليوم في توق للعودة إلى بيوت، إلى وطن، إلى آخره. كل هذا. نعم. كل هذا أستاذ حسين هو الاستثمار بأي معنى، عودة وطن، الاستثمار بعودة وطن. أنا أمس سألت أحد ضيوفي وحضرتك أيضا من مدينة حمص. نعم.
الصورة اللي كانت موجودة أمس اللي للناس اللي كانت تنزل من الباصات، مدى الصدق فيها إلى أي درجة؟ نعم سوريا رحبت بكل من عاد إلى حضن الوطن، لكن هذا الشخص كان بإمكانه لا يذهب إلى جرابلس ويبقى مثل ما اختار. صحيح. الآلاف من أهالي حي الوعر صحيح. البقاء، وصورنا ووثقنا بالصوت والصورة صحيح. الذي جرى هناك. صحيح. رأيي الشخصي نعم بالتأكيد، لا كمواطن سوري وكابن حمص، لا أنا ليك أنا رأيي الشخصي سوف أحتفظ به لنفسي. مشكلة هيك. أي معلش. نعم. سوف أحتفظ به لنفسي. تحليل. لا ولكن هذه إشارات هامة لعودة هيبة وطن. يعني نعم. في شيء أنا آسف، لكن في بعض التفاصيل لدينا مسلحين كانوا موجودين في التل، كانوا جبهة نصرة، وكانوا بعض الفصائل المتطرفة. بعضهم سوى وضعه، وبعضهم قاتل مع الجيش، وبعضهم الأسبوع الماضي جيء بهم شهداء وهم يقاتلون المجموعات الإرهابية بريف حما. وهذا للي هلأ رجعوا، أنا ما بعرف تفاصيلهم مين هن نعم. ولا شو موضوعهم بدقة، ولكن هذا فحص لهم، عودتهم للقتال، ولكن قتال باتجاه مين البندقية؟ باتجاه إسرائيل ولا باتجاه صدر المواطنين السوريين؟ اللي بده يقاتل بده يقاتل العدو الإسرائيلي، مش بده يقاتل ابن جنته، ما بده يقاتل أهله. هذا فحص لهم، إذا جاي حتى يرجع مثل ما تفضلت هلأ، في ناس بالقنيطرة استشهدوا مع الجيش العربي السوري في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي التل كذلك الأمر، وفي مناطق أخرى. نعم. وهذا الكلام أيضا فيك تسحبه على حمص وعلى غيره. هذا فحص حقيقي. تالي اليوم بالمناسبة أكيد يلي بينطبق كدراسة، خلينا نقول دراسة سيكولوجيا جماهير، على ما يجري في الأزمات ليس ما ينطبق على الحالات العادية. فبالتالي اليوم لا. أنا أجد أنه التوق من الناس المقيمين في المخيمات أنه يرجعوا لبيوتهم، هذا توق إيجابي جدا لوطن. طيب. ونفس الشيء هدول بغض النظر عن التفاصيل، أنا ما بعرف شو هي تفاصيلهم بدقة. نعم. طيب هذا مستقبلا يسهم بأننا نذهب إلى دمشق واحد إن شاء الله، دمشق اثنين، بعيدا عن جنيف، أم يسرع الحل في جنيف حتى نهيئ لدمشق مستقبلا؟ لا، في نهاية، مش في نهاية الأمر، في بداية نهاية الأمر، يعني بلا دمشق لا يوجد شيء على الإطلاق. اللي عم يصير في جنيف، أنا من أول لقائنا قلت لك إذا قرأنا ما يجري في جنيف على أساس أنه هو موضوع سوري، فسنرى كل ما يجري في جنيف خجول بالقياس لما نريده. نعم. ولكن إذا قرأناه على المستوى الإقليمي والدولي فسنراه متقدم جدا. يعني وفدنا في جنيف صحيح هو عنده 4 سلل، ولكن هذه السلل كلها سلل دولية في نهاية الأمر على الرغم من سوريتها. اليوم هو أحد الصانعين. نعم. حتى وفدنا أحد الصانعين للسياسات الدولية، حتى لو كان كل السلل سورية ولكنه هو صانع للسياسات الدولية. مين كان يتحدث بمكافحة الإرهاب في جنيف بالجولة الأولى؟ طيب اليوم كانوا مصرين على ألا تكون موجودة. نعم. كان على أساس 3 سلل فقط، سلمونا الحكم وخلص. ما هيك؟ نعم. مش في جنيف الأول، حتى في جنيف من جنيفين ما كانوا يرضوا، بالخامس ما كانوا يرضوا أن تكون سلة الإرهاب موجودة. سلة الإرهاب يعني السلة الرابعة فرضت على التوازي مع باقي السلل. الآن سلة الإرهاب هي رقم واحد. حتى وإن كان فيه النقاش يجر في يمين وشمال. ما في مشكلة. المهم أنها طرحت. مش بس لأنه طرحت. طبعاً هي المهم أنها طرحت. بالأخير شوف دائماً في أعراف بالعمل الدبلوماسي الذي يضع أجندة اللقاء دائماً معروف هذا بال بميزان العمل الدبلوماسي. مجرد انك انت عم تحط الاجنده تبع اللقاء هذا يعني انك ربحت انت 50% من المعركه. انت حطيت انه الاجتماع سوف يناقش 1 2 3 4 5
ورحت على الاجتماع واتفق على هذا الموضوع نعم. هذا ربحت انت نص المعركة. طيب ديمستورا قال قبل يومين قال ربما هو يأمل بأن يكون هنالك 4 جولات أخرى قبل نهاية هذا العام. يبني طويلا أم لماذا حدد 4 جولات هذا العام؟ يعني إذا حكى بالعام المقبل يمكن يحكي لك ب 12 جولة أخرى. ما 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 عندي جواب شافي على هذا الموضوع، ولكن أنا دائما لي بعض التحفظات على ما يسمى البرامج الزمنية وأعداد الجولات وإلى آخره، ولكن الملاحظ أنه على الرغم من كل محاولات إيقاف جنيف الجنيفات أو الأستانات عم تصير عم تصير. هذا يعني أنه في إصرار من حلفائنا إصرار، وعم يفرض نفسه هذا الإصرار، عم يفرض نفسه بإيقاع عالي المستوى. وبرد أنا يعني ألمح إلى ضرورة أن يكون الإيقاع عالي المستوى ليس فقط على المستوى العسكري، ويجب أن يكون على كل المستويات، يجب أن يكون على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وباقي المستويات كلها. ما بيجوز على الإطلاق أن يكون فقط بسلة من سلال هذا التحالف. ما شاء الله اليوم نحن بأمورنا على الأرض في سوريا اختلفت كثيرا طبعا، يعني على المستوى الاقتصادي سياسة. نعم اقتصادي لم يتحسن كثيرا، لكن لا 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 تحسن بالقياس. لا نتحدث عن حقول النفط التي عادت إلى الدولة والتي سوف تباشر العمل. أنت تعرف أنه أنا رجل اقتصاد وأنا نعم. صاحب منشأة صناعية ونحن أنا صناعي نعم. طبعا لا، التحدي اللي صار في هذا الموضوع تحدي. شوف طالما أنك في 2013 نعم كنت تصدر حتى إلى روسيا حتى إلى بيلاروسيا وإلى أوكرانيا نعم. هذا أمر بمنتهى الأهمية. الشعب السوري أهميته أنه شعب خلاق، أنه هو شعب منتج، وأهم شيء أنك أنت تفتح له بيئة أنه يضل بهذا. ليش عم يسرقون سرقة في ألمانيا وفي مصر وفي في باقي الدول الغربية وعم يستثمرون أحسن استثمار؟ أنا مبارح كنت مع أحد اللي جايين من هولندا، شيء مذهل اللي عم يصير بالجالية اللي موجودة في أوروبا الغربية، مذهل بكل معنى الكلمة. في ظواهر اسمها ظواهر مثل ظواهر الألف، 1000 شخص متضامنين متكافلين عم يشتغلوا مع بعضهم، شيء مش معقول بكم هو جميل على المستوى كان اقتصادي او على المستوى الفني او على كافة المستويات. في شيء مذهل. وانت لما عم تفرض ايقاعك حتى الناس صارت عم تغني اغانيك، هذا شيء مهم كتير في النهايات. هذا اذا انت سحبته على لو لم يكن هناك بنية مجتمع حقيقية وإلى أرز حضاري عالي المستوى، لما كان هذا التأثير على مجتمعات مهمة. ما عم بحكي أنا راحوا على عمق إفريقيا وأثروا فيهم، أنا عم تحكي على ألمانيا، على هولندا، عم تحكي عن النمسا، عم تحكي على دول شديدة. لكن الأجمل أن يكون هذا التأثير داخل سوريا. طبعا أكيد 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 هذا الكلام نعم. شوف هذا الكلام منتهي، ولكن اليوم ما بيجوز لنا إلا أن نقول أن هناك زلزال تسونامي وقع في هذه المنطقة نعم. والمنطقة كلياتها في هذا الانزياح التكتوني الهائل. ما بيجوز هذا الكلام صار. فيك انت تعمل ندبية انا وياك ونشوف كل المفردات السلبية لهذه المسألة، وفينا نغطي عيوننا نعم. ونقول لا 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 ما صار شيء على الاطلاق، وين وهي انتصرنا ودبحنا والامريكا انهزمت وبكرة ستسقط الى اخره. وفيك انت تشوف هذا الكأس فعليا بقراءة هادئة قديش فيه مليان وقديش فيه فاضي، وشوف كيف بدك انت تملي باقي الكأس وتعتمد كل اللي خرجوا سفراء لك، وتشوف كيف فيهم يصيروا غنى للوطن وشي كيف بدك ترجعهم بدل ما. وفي منهم وجب جلده علنا، لكن من حيث المبدأ الكتلة
بدك هذا الفكر، الفكر القومي بلش يحكي بالجلد، هلا بيستلمونه دكتور؟ لا طبعا، لا لا طبعا، في ناس في ناس في ناس ارهابيين، في ناس ما غادروا البلد الا بعد ان ذبحوا وقتلوا وسفكوا دماء والى اخره، هذول اللي انا بقصدهم. نعم، ضد داعش. ولا طبعا داعش جبهة نصرة، غيرهم ان كان في اوروبا ولا في دول عربية ولا في وين ما كان يكونوا، هذول اللي بقصدهم اكيد. اما الناس اللي اضطرت وراحت واليوم عم تعبر عن وطنيتها خارج الوطن، والوطن هو بقلبها، هدول الناس بدك ترفع لهم قبعة وبدك تشوف كيف بدك تتواصل معهم. هي هي الفكرة دائما، على الأقل تهيئ لهم الظروف المناسبة لكي يعودوا إلى مناطقهم. طبعا وفي شيء بيرفع الرأس. واليوم نتحدث مثلا عن حمص، الحمد لله حمص خالية تماما من المسلحين المدينة. طبعا. واليوم إن شاء الله نتحدث عن إعادة إعمار رغم أن الحرب لم تنتهي إلى هذه اللحظة، ونتحدث عن ليس فقط حمص، حلب أيضا التي طبعاً عاشت كثير طبعاً من التفاصيل. طبيعي هذا الكلام صحيح، ويعني دائما في مشاهد اليوم اليوم هلا نحن بهذه الحلقة وفي تكريم لقامة سورية كبرى الأب الياس زحلاوي، نحن جميعا ننحني لهذه القامة السورية الكبرى. طيب. يلي اليوم واحد من مظاهر الحياة السورية الراقية جدا مثل هذه القامة. سوريا فيها قامات بكل معنى الكلمة في الداخل والخارج، ما بيصير نحن ما نتعاطى معها إلا بأنه نقيمها بشكل صحيح، وهذا جزء من غنانا الحقيقي. طيب خليني أخذ تأثير ميداني الآن، والتقدم ما شاء الله، إن شاء الله قريبا في السخنة بعد ذلك نفك الطوق عن مدينة دير الزورة التي يحصرها تنظيم داعش الإرهابي واحتل جزء من أحيائها. هذا الميدان اليوم ما الذي يجعلنا نتقدم فيه بهذه السرعة بهذه الوتيرة؟ نعم لدينا مناطق تخفيف توتر، لكن اعتداءات الإرهابيين مستمرة على مدار الساعة، وخروقاتهم أيضا مستمرة حتى في المنطقة الجنوبية، نتحدث عن خروقات ممن يدعمهم الإسرائيلي في الأراضينا المحتلة، أو ممن يدعمون من الجيش الأردني الشقيق برعاية أمريكية. شقيق لا، الشعب الأردني الشقيق والجيش الأردني فيه شرفاء وخاصة متقاعديه حقيقي. هلا ما بيهمني المتقاعد، بدي اللي على راس خدمته هلا. نعم. لا نحن طبعا على معرفة انه الشعب الأردني لولا وجود هذا الشعب لكان هناك أداء سيء جدا تجاه السوريين. أسوأ من هذه الطريقة؟ كان طبعا كان أسوأ بكتير، لولا الخشية من أنه يكون في فعلا حراك شعبي كبير جدا في الأردن لكان في وضع أسوأ بكتير، ولكن فعلا في ناس وكتار مش قليلين على الإطلاق في الأردن وقفوا وقفة شريفة مع أهلهم في سوريا، هذا يجب أن يسجل بكل معنى الكلمة. واللي السؤال اللي يعني ما هو السبب بالتقدم هذا؟ أولا في انهيارات على المستوى النفسي للإرهابيين، إن كانوا دواعش وإن كانوا غير دواعش، داعش وأخواتها. نعم. ما في شك معارك البادية معارك صعبة جدا، وعلى الرغم من ذلك يعني صار في أعتقد أنه مصطلح تطعيم معركة بالنسبة لأفراد الجيش السوري وحلفاء الجيش السوري بأنه معارك البادية صارت بالنسبة لهم معارك، طبعا بالإضافة للشرفاء وهن كثر من أبناء العشائر والقبائل الموجودة بالمناطق واللي عم يحاربوا يلي هن بيعرفوا كيف تمشي بالبادية وكيف بصير التقدم، لأنه هذا وضع مختلف عن قتال الجيوش النظامية، أنه أنت بيجوز تكون عفوا منك على موتوسيكل واحد ممكن تدوخ 20 دبابة يعني بهذا المعنى، لذلك هذا كانوا علامة فارقة. طبعا هذا عالم آخر، نوع آخر من أنواع القتال، بده تطعيم، بده عوامل نفسية، بده لوجيستيك مختلف، بده إمداد مختلف، بده اتصالات مختلفة، كل هذا هاي مسائل تتاخذ بعين الاعتبار، وهي حقيقة مسائل معقدة جدا، ومو ببساطة ممكن الواحد يعيد تشكيل ذاته بهيك نوع من المعارك. هلأ الحقيقة وكان وضع ما يسمى الدواعش وأخواتها أنه هن الأبناء أكثر هذه البيئات
من مقاتلي الجيش العربي السوري إلى حين دخول أبناء العشائر وإعادة التكيف بالنسبة لجيشنا وحلفائنا في ما يتعلق بهيك نوع من المعارك. هلأ الواقع مختلف، نعم، وأصبح فعلا هناك التقدم بسبب هذه العوامل اللي أنا أسلفتها بشكل أو بآخر، نعم، بدون ما عيد تذكير فيها. ما في شك، أول يجب أن يسجل لأهلنا بدير الزور ولأبطالنا بدير الزور، يعني أن ننحني لهم انحناء استثنائية حقيقة، لأنه هكذا صمود ما بعرف شبيه له بالتاريخ، ما بعرف لا بالحرب العالمية الثانية، يعني لا ستالينغراد ولا غيرها. ما أنا اللي أنا قارئ لهذا، ولا لا يوجد أنا بالنسبة لي على الإطلاق شيء يعني نادر بكل معنى. لذلك لكل فرد، لكل ضابط، لكل مواطن، لكل أخت، لكل سيدة، لكل طفل موجود في هذه المدينة الصامدة انحناء خاصة وقبلة على اليد والجبين والعين بكل معنى الكلمة. طبعا محاصرين منذ سنوات، مقطوع عليهم كل شيء، صحيح. الطعام والسلاح يلقى عليهم بالمظلات، بعضها يستهدف من داعش والبعض الآخر يضربه الأمريكي بالخطأ في أكثر من مرة، ورغم ذلك لدينا جيش، لدينا قوات سورية. وفي سيدات مواطنات أجنبيات، زوجات، هذا ما زالوا في دير الزور ولم يخرجوا إلى هذا. يعني كل هذه مسائل، يعني ها فعلا هذا النوع من الانتماء الوجداني لوطن أصبح وطن. أنا لأنه بعرف نماذج، بعرف ناس، نعم، شايف كيف، بغض النظر عن ذكر أسماء، شيء سوف تكتب، يجب أن تكتب، مش سوف تكتب، يجب أن تكتب ملاحم بكل معنى الكلمة لهيك نوع من أنواع الصمود، وهذا ليس استثناء، ولكن دير الزور تحديدا هي استثناء الاستثناء. يعني سجن حلب استثناء، قلعة حلب استثناء، مطار كويرس استثناء، كل هذه الاستثناءات، ولكن دير الزور هي استثناء الاستثناء بكل معنى الكلمة بما لها من أهمية. طيب، فيما يتعلق بالدخل. خليني أختم استوديو جنيف بسؤال أخير، نتوقع شيء بهذه الجولة أم أن الجولة هذه عقدت أصلا بعد جولة هاربة كما تتفق حضرتك بأستنا بهامبورغ، اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي، بعد ذلك يمكن أن نبني طويلا ومؤخرا نتحدث حتى في منصات المعارضات هنالك محاولات لجمع الشتات نوعا ما. نعم، يعني أنا أعتقد أنه عنوان، أنا على المستوى الشخصي، عنوان جنيف الآن هو مكافحة الإرهاب، وهذا عنوان هام جدا. وأما فيما يتعلق بوفود المعارضات، صحيح أن هناك في محاولات لأن يكون هناك وفدا واحدا وليس موحدا، وأن يكون هناك أكثر من أجندة في هذه الوفود، ولكن دون ذلك أزمات كبرى. هذا موضوع يعني بيرضيني ما بيرضيني، هذه مسألة ماني معني فيها، ولكن أعتقد أنه في نهاية الأمر إذا لم يكن هناك بعد إنساني وجماهيري لهذه المعارضات في الداخل السوري لهذه المعارضات على الإطلاق في الداخل السوري الحقيقي، مش بقوة السلاح المستمد قوته من الخارج. ما هم الآن يعني على الأقل لديهم مشاكلهم التكفي ما بين قطر والسعودية وتركيا. أنت قلتها. أشكرك على وجودك معنا في هذا الحوار الخاص من استوديو جنيف، الدكتور علي الأحمد، عضو الأكاديمية الروسية للأزمات الجيوسياسية. طبعا لم تنتهي جولة جنيف مشاهدي الكرام، نحن نتحدث عن أصبحنا في اليوم الثالث من جنيف بالجولة السابعة، تبقى لدينا الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله، نتحدث عن استمرار اللقاءات ما بين السيد ديمستورا والوفود المشاركة. وفد الجمهورية العربية السورية التقى السيد ديمستورا عدة لقاءات، هنالك اجتماعات مع الخبراء بخصوص ما يتعلق المسل السلات طرحت وخصوصا سلة مكافحة الإرهاب. انتهي اليوم، نعتذر،
لم نأخذ هذا الحوار في بث مباشر على الفيسبوك أو حتى على صفحتنا على اليوتيوب، هناك مشكلة في الانترنت إن شاء الله تحل في الساعات القادمة. في ختام هذا اليوم تحية من فريق العمل، وإن شاء الله نستمر معكم في نشراتنا وحواراتنا. حياكم الله.